ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى. اليسرى يبسطها كده على فخذه، واليمنى يقبضها على هيئة 53. 53 عاملة كده. ايه الهيئة دي؟ الهيئة دي اسمها العد بالأصابع، كان منتشرا بين التجار في قديم الجاهلية. عايز انا ابيع لك الحاجة دي برقم معين، بمية مثلا واحدة، يعني مية واحدة او بدينار، وما اعمل كده واجي مسلم عليك، فانت تعمل ايدك كده اهو، تعرف ان انا بقول ايه؟ دينار. انا مش عايز الناس تسمع، لان انت عارضها باتنين دينار، فانا عملت كده ورحت مسلم عليك. العقد بالاصابع اسمه كده، عدد كان كده يبقوا اتنين تلاتة اربعة خمسة كده. فالهيئة دي اللي كان سيدنا بيعملها اسمها 53، اسمها 53. وهذه العقد بالاصابع ألف فيها المؤلفون ووصلوا بها الى الالاف، يعني في حاجة بتتعمل بالاصابع كده الى الالاف، وكان الغرض منها ان انا كتاجر امسك ايديك وافهم بقى بالاشارة كده انك انت عايز السلعة دي بكذا، اوافق او ما وافقش، اقول لك طب ما تخليها كذا، واجي ردد عليك بيها. اختراع اخترعه التجار علشان يعملوا كده. فلما ورد في الحديث فقبض يديه على هيئة 53، العلماء ما سبوهاش. الله، يعني ايه 53؟ فبحثوا فيها وعرفوا انها العقد بالاصابع، فراحوا مؤلفين فيها شوية كتب، قوم احنا رحنا جبنا الكتب وقريناها عشان نبقى علماء ونيجي نتنطط عليكم. ادي الحكاية، لكن في النهاية ده علم وليه علم، هنعمل ايه؟ طيب، إلا المسبحة اللي هي دي، سموها مسبحة ليه؟ لأن احنا بنرفعها عند الشهادتين. يقول الإمام صاحب التهذيب، اسمه ايه صاحب التهذيب؟ ها؟ لا مش البغوي، التهذيب اللي شرحه النووي يا أخي، أبو إسحاق الشيرازي المهذب. فيقول أبو إسحاق الشيرازي في وصفه للتحيات كما وردت عن سيدنا صلى الله عليه وسلم، أنك ترفع المسبحة، يعني هي ادي 53 اهي، ترفع المسبحة عند النطق بلفظ الجلالة من كلمة التوحيد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فتترفع مع إيه؟ مع لفظ الجلالة. يبقى من الجزء الأول أشهد، ما يرفعهاش لسه، أن لا إله لسه، إلا لسه، الله، ويجي رافعها كده. يعني هم واخدين بالهم كل الكلام ده نقل تواترا، والتانيين مش واخدين بالهم انه ده على ما اقتضاه العمل. العمل يعني ايه؟ يعني متواتر عن متواتر عن متواتر. فيقول لك بس الا الله دي بس ما وردتش. وما وردتش ازاي؟ دي وردت
بآلاف آلاف آلاف المرات التي ورد فيها نص، لأنها ورد إيه؟ الأبناء عن الآباء، الأبناء عن الآباء إلى منتهاه صلى الله عليه وسلم، شافوه هو إلا الله ويجي عامل كده، فراحوا ناقلينها لمن بعدهم وجرى العمل عليها لغاية النهاردة. أبو إسحاق الشيرازي بيبين الحتة دي لأنه استفاض فيها في المهذب. يبقى المسبحة لأنها بنرفعها للدلالة على الشهادتين ووحدانية الله، ولذلك تلاقي العوام لما تمر جنازة يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، ويجي رافع إيه صباعه ده، لأنه ده إشارة إلى التسبيح أو التوحيد أو الذكر بلا إله إلا الله. فإنه يشير بها متشهدا، شوف الكلام، يشير بها متشهدة، يعني أول ما تخلص الشهادة الأولى ونطقت كلمة الله يجي ده مرفوعة كده وأشهد أن لا إله إلا الله، ويفضل مرفوعة بقية التحيات.